السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، تابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة السد القطري أمام السلية القطري، مباراة في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري القطري أو دوري نجوم قطر 2021-2022. زي ما احنا عارفين عدد الجولات في الدوري القطري عبارة عن 22 جولة، يعني احنا عندنا 12 فريق، كل فريق بيلعب 11 ذهاب و11 اياب. المهم السد القطري هيلعب امام السلية مباراة قوية جدا مع اول جولة. المباراة هيكون معاها الساعة 8 اليوم بإذن الله تعالى، الاول الاحد الموافق 12 سبتمبر 2021 او 12/9/2021. المباراة معاها الساعة 28 دقيقة، يعني 8 وثلث مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة، توقيت قطر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معاها الساعة 27 دقيقة، يعني 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 26 دقيقة، يعني 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة معاها الساعة 29 دقيقة، يعني 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. والمباراة أيضا معادها الساعة 25 دقيقة، يعني 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة كلها المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 4، بين سبورتس الرابعة، معلق المباراة حسن العيدروس، كذلك قناة الكاس 1 اتش دي، الكاس القطرية الأولى، معلق المباراة خليل البلوشي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو لتتوقع نتيجة المراكز في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.